هما ساكتين كده ليه؟ كل همهم يعرفوا مين هيبقى مكان بابي. انا مش مطمنه، شوشهم كلها شر. قوم وقعدني. انا؟ لا امي ولا اللي قاعد على الكرسي. قوم. قمت. راجل ني صحيح، صبرني يا رب. بقول ايه، هو اتاخر كده ليه؟ صبر. طيب يا زينب، ربنا يصبرني عليكم كلكم. قمرون طول عمرك زين يا زين، مش تقولها كده برضه في الصعيد؟ ها بنقول انا زين طول ما انت جنبي. لسه لسانك بياخد الكلام من على لساني. اللسان الموصول على القلب ما يعرفش يزوج الكلام. الا انت لسانك موصول على عقلك. مع كل الناس الا معاك يا حبيبتي. نفسي اعرف كيف الكلام الحلو ده منين. يلا عشان ما نتاخرش. إن شاء الله ربنا ما يحرمكم من اللقاء أبداً يا أولاد. يلا على الجنينة ورا. ازيك يا ريهام؟ كبرتي ما شاء الله، انا سامع انك شايله شغل ابوكي كله. بابي ملوش غير يا عمي. ربنا يخليكي لي يا حبيبتي، نورتي بيت العطارين. ميرسي، بعد اذنكم. جلال، قول لابنك كفايه لحد كده، عايزين ننسى اللي حصل كله ونبدا من اول وجديد. بقول لك ايه، اختصر عشان انا رايح اتجوز النهارده. ايه؟ في واحده عامله لك عمل ولا ايه؟ والله ما انا عارف مين فينا اللي عامل عمل للتاني. حلوه. وانا برضو عمري عرفت بنات مش حلوه. وانت عمرك عرفت بنات اصلا يا سليم؟ المهم، هتسد في الجواز في السن ده ولا هتفضحنا؟ مين ده اللي يفضحكم؟ ده أنا قد الراجل في العطارين كلها. تلاقيك أنت بس غيران عشان راحت عليك. يا أخويا أنا شبعت جواز وخلف، خلاص الدور والبايع اللي ما دقهوش أصلاً. أدينا حندوق ونجرب. يا الأيام عدت بسرعة أوي يا زين. أوي. كل الحاجات الصعبة اللي عدت علينا وكنا فاكرينها مش هتعدي عدت، ودي أصعب منها وعديناها برضو. عديناها عشان كنا دايماً في ظهر بعض. ندمان على حاجة؟ ياه ما تعدش. وانت؟ أنا ما بندمش يا أخويا. تفتكر غلطنا كتير؟ تفتكر انت العيال دي هتلاقي حد يصاحبها ويقف جنبها زي أنا وانت كده؟ حتى لو ما لقوش هيفضلوا يحكوا في حكايتنا انا وانت، ونفسهم يبقوا زينا.
اختصر بقى علشان زي ما قلت لك وانا هروح ابص بص على البوفيه. هويدا يا هويدا، أمرك يا زنبي؟ اندهيلي فارس وعبد الله وعلي. حالا يا فندم. مهما حاولت أقولك مبسوطة قد إيه مش هعرف. ربنا يعديها على خير. قلبي مش مطمن. النهارده أهم يوم في حياتنا. ما هي تفضل واقفة يعني؟ في ناس مستنيانا تحت. طب ما نأجلهم شوية. إيه؟ تكسفي؟ ما عشان كده مش عارفين نخلف. طب أقول لك حاجة بقى. اتأخرنا. ماشي. خير يا عم. اهلا يا اولاد، اقعدوا. اقعد يا عبد الله. ماليش مكان يا عمي. مكانك جنبي يا حبيبي، تعالى. حاضر يا عمي. كل الناس اللي بره دول مستنيين يسمعوا اسمك الكبير عشان يعرفوا هيرتبوا احوالهم ومصالحهم معاه ازاي. بس احنا الحكايه بالنسبه لنا مش ترتيب مصالح، احنا مصلحه واحده. ابويا لما اختارني زمان كنتش انا اكبر واحد، بس هو كان شايف ان انا اللي انفع. وانا كمان لما اخترت اخويا شريف الله يرحمه ما كانش عشان هو اخويا، كان عشان هو اللي ينفع. وانا اذا كنت كبير فانا كبير بيكم، والكبير ده كبير باللي حواليه. اللي حواليه كبار، كلكم كبار، كبار ببعض، اوعوا تنسوا دي. انا اخترت واحد بس مش هقول لكم اسمه دلوقتي، هتسمعوا اسمه مع الناس بره. وعاوزكم لما تسمعوا اسمه تروحوا تباركوا له وتبوسوا على ايده بنفس راضيه. يلا يلا يا حبايبي روحوا. بعد إذنك يا عم. عمي أنت كويس؟ بابا
بابا بابا بابا بابا